تمكنت المجموعات المسلحة المحسوبة على المعارضة من السيطرة على أجزاء واسعة من العاصمة طرابلس، ليجد القذافي نفسه مضطراً في النهاية لمغادرة العاصمة. اضطر القذافي طبعاً أن يخرج من طرابلس، واختار الذهاب إلى سرت، رغم أن كل الآراء المحيطة به كانت تدفعه إلى الذهاب إلى جنوب ليبيا باعتباره أصعب عسكرياً وأسهل في الدفاع عنه.